نحن موجودين الآن في وسط العاصمة عمان، عمان النابضة بالتاريخ والحضارة. رح نتحدث مع عطوفة أحمد الشامي وهو مدير عام دائرة الآثار العامة عن أهمية هذا المكان وأهمية السياحة والآثار بشكل عام في الأردن. يعني منصبح عليك بداية، صباح الخير. خير يا سيد إبراهيم، الله يحفظك، أهلا وسهلا بالجزيرة الأردنية. بالبداية حاب نتحدث عن أهمية وسط عمان وآثارها ومعالمها اللي موجودة الآن، سواء كان مدرج روماني أو باقي الآثار الموجودة في وسط عمان وفي الأردن بشكل عام. ابتداء عمان التاريخية، عمان الحضارة، هذا الداون تاون وسط عمان بضم عناصر معمارية عبر فترات زمنية مختلفة. لما نحكي عن عمان في العصر الروماني خاصة، نتكلم عن معالم ظاهرة في عمان الآن هي الحضارة الرومانية. أهم ما يميز الحضارة الرومانية في وسط عمان هذا المدرج الروماني الذي يعد من أكبر المسارح الموجودة في الأردن، يتسع 6000 متفرج أو مشاهد. أيضا يوجد عندنا الأوديوم الصغير، مسرح صغير يتعلق بالأدب والشعر والحوارات الفكرية والثقافية والاجتماع مجلس المدينة في العصر الروماني في القرن الثاني الميلادي. وهذا الشارع الروماني والبلازا اللي هي بسموها الساحة البيضاوية اللي كانت تضم على جنباتها مرافق حيوية في الحضارة الرومانية، وهي الأعمدة الضخمة اللي كانت تزدان فيها الشوارع الرومانية الكاردو والديكومانوس اللي كان يقطع عمان شرقا غربا شمالا جنوبا، وتتوضع هذه المواقع الأثرية في هذا المعلم الرئيسي مدرج عمان. كان يعني يضم عناصر معمارية مختلفة، يمثل 44 صف مكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى كانت تكون لعائلة القوم، نعم، للقياديين والإداريين في الدولة الرومانية، ثم الطبقة الثانية والثالثة كانت مخصصة لعامة الشعب، ويوجد في أعلى المسرح في بسموه معبد للآلهة عمان اللي كانت حامل عمان في ذاك الوقت حسب معتقداتهم في الفترة الوثنية. نعم. فلذلك هذا المدرج الروماني واحد من المسارح الرومانية الحقيقية في عمان وفي الأردن، وما زال يحتفظ بهذا الكينون وبهذا المكان، ويقع في الجزء الشرقي من عمان على سفح جبل القلعة. وتقنية مدرجات كان هو يبنى على نظام البوق، بدل على هندسة العمارة الرومانية في التناظر والتناغم والتقابل والتماثل، وهي هندسة برع فيها الرومان، وأيضا هندسة كيف برع في تقسيم الصوت، في كل مشاهد في كل أجزاء وجنبات المسرح يسمع صوتك بنفس الدقة وأنت تقف في السنترال بويت في النقطة المركزية. هذا هو مسرح عمان، وهي عمان الحضرية داون تاون عمان اللي تمثل الهوية والتاريخ والحضارة. نعم، لا شك بأنه وسط العاصمة عمان غنية بالمواقع الأثرية، وأيضا الأردن بشكل عام غني بهذه المواقع. نتحدث بالتزامن مع مئوية الدولة الأردنية عن اهتمام الدولة الأردنية بالمواقع الأثرية. عندما نتكلم عن مئوية الدولة الأردنية نتكلم عن 100 عام من الحضارة والإنجاز والتاريخ، وعندما نتكلم عن حضارة الدولة الأردنية من تأسيس الإمارة 1923 نتكلم 21 نتكلم عن تأسيس دائرة الآثار الأردنية، تزامن تأسيسها مع تأسيس المئوية مع تأسيس الدولة. هذا مؤشر على اهتمام الدولة الأردنية سمو الأمير في ذاك الوقت عندما يعني طلب من خبير ومتخصص ومفكر وأديب اسمه ريدة توفيق تركي، طلب يكون مدير المعارف أو مدير الآثار، فشكلت دائرة الآثار العامة في 23 وصدر أول قانون إلها في عام 1934. هذا يدل على شيء، بدل على اهتمام الرسمي في الدولة لقيمة دائرة الآثار العامة لجمع هاي الآثار المتناثرة، لأنه شاهدت الدولة ورجال الدولة الكبار في ذاك الوقت في التأسيس أن هنالك آثار تندثر وتنتقل لأماكن أخرى، فأصروا جمع هاي الآثار في مكان واحد. فلذلك هذا الحرص الشديد على مئية الدولة بيقودنا إلى إنشاء دائرة الآثار العامة وإلى قانونها الكبير والعظيم الذي يحمي الآثار. ونحن نتكلم عن المئوية، هذا إنجاز فخر يمثل للقيادة الحكومية، القيادة الأردنية والحكومة الأردنية هذا الاهتمام عبر العصور، وما زلنا نشاهد هذا الاهتمام حتى اللحظة. عطوفتك جهودكم مباركة، وكل الشكر لك يعني على كافة المعلومات. وإحنا حابين نبدأ جولتنا في المدرج الروماني وأيضا في المتاحف اللي موجودة، ونشوف بعض يعني هذه الآثار وبعض هذه المقتنيات الموجودة في هذا المكان. وصلنا لمتحف الحلي والأزياء الشعبية، وأنشئ هذا المتحف في الجهة الشرقية من المدرج الروماني. من أهم أهدافه جمع التراث الشعبي الأردني والفلسطيني من كافة المناطق على ضفتي نهر الأردن. وبيحتوي هالمتحف على 5 قاعات، خصصت الأولى منها لعرض الأزياء الشعبية الأردنية من مختلف المناطق، أما القاعة الثانية فيعرض فيها مجموعة من أزياء الضفة الغربية، ويعرض في القاعة الرابعة مجموعة من أدوات الطبخ الشعبية المصنوعة من الفخار والخشب، بالإضافة إلى مجموعة من الحلي والملابس الفضية وملابس العروس. أما القاعة الخامسة في القبو التابع للمدرج الروماني فيعرض فيها مجموعة من الفسيفساء من كنائس جرش ومادبة.
رجعنا ومستكملين معكم يعني التقرير، ورح نتحدث أكثر مع عطوفة أحمد الشامي مدير عام دائرة الآثار العامة عن المتحف، المتحف الحياة الشعبية والمتحف اللي زرناه قبل قليل، متحف الحلي والأزياء. يعني إحنا عم نشوف عطوفتك بهالمتحف تنوع تراثي بجمع أكثر من مهنة، أكثر من حرفة بهذا المتحف. حدثني أكثر، قديه هذا التنوع مهم برأيك؟ هذا المتحف أعيد إحياءه وترميمه وتأهيله لأكثر من مرة، آخرها قبل سنوات معدودات. كما ترى هذا بضم كافة الحياة الأردنية الريفية والحضرية والمدنية. صحيح. وبتشوف سوق عمان وانت ماشي في أسواق عمان، بتشوف هذا بائع السوس، بتشوف هذا رجعنا بالزمن بالضبط، بتشوف البيت 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 البادية، البيت الشعر، بتشوف الحياة المرعى على الغدير بتعبي بالقربة تبعتها، بتشوف اللي بتنتج اللبن واللي بيعمل أدوات الزراعية وصناعة النول. فهذا المتحف بصراحة متحف الحياة الشعبية، من اسمه ممثل الحياة الشعبية الأردنية اللي عاشوها أهلنا وأجدادنا قبل من الخمسينات، يعني في القرن العشرين تحديدا حوالي 100 عام، وما زال بعض هاي البيوت ما زالت حتى اللحظة بتعيد نفسها وموجودة وما زالت تراثياتنا. حتى بعض المهن اللي شفناها ما زالت موجودة بنفس الطريقة ولكن تطورت بشكل أو بآخر. بس إحنا بنتحدث عن هذا النسيج الهام يعني، وبالتزامن أيضا مع مئوية الدولة الأردنية، إحنا قديه أثر هذا الموضوع وعلى مراحل التطور في الدولة بشكل عام، سواء كانت مهن سواء كانت حرف، كان كلها لها دور في تطور الدولة وفي وصولنا إلى يعني ما نحن عليه الآن. كما ذكرنا فيما يخص المئوية، وإحنا حكينا أصلاً سابق عن موضوع المئوية وموضوع الآثار، لكن مشارة نكرر دور المئوية ودور الاهتمام الرسمي في الدولة الأردنية بموضوع التراث والحضارة الأردنية. ونحن نتكلم عن تراث، مصطلح تراث بضم الآثار والتراث الحالي، لكن للأسف إحنا بنحكي بدائرة الآثار العامة عن قانون الآثار بفصل قانون التراث. لكن هذا الجزء التراثي في مناسبة مئوية بدل على قديش تطورت عمان عبر العصور. لما نتكلم عن عمان التاريخية، عمان 1920، عمان الآن، وترى كل هذا النسيج العمراني والحضاري والتراثي منتشر في جنبات المدرج الروماني. يعني عطوفتك مكان جميل جدا، متحف الحياة الشعبية عبق تاريخ طويل. جوزكم مباركة وكل شكر لك يعني على كافة المعلومات. ليلا وبعد